السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين ح، ويرمز له باللاتينية H، وهو مفيد لتقوية العضلات والشعر. في المتجر الكبير يوجد فيتامين ح في السمك، الموز، اللوز، والجوز، البازلاء، الفول السوداني. ما رأيكم؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين ح. انظروا، يوجد فيتامين ح في السمك، الموز، اللوز، الجوز، البازلاء، والفول السوداني. فيتامين ح مفيد لتقوية العضلات. فيتامين ح مفيد لتقوية الشعر. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. في الطعام.